أشكركم جميعا، وإحنا وصلنا إلى لقاء نهاية ثلاث ورش، وأنا بصراحة حقيقة سعيد جدا بالتعرف بكم جميعا، وما شاء الله يعني المشاركات كانت على مستوى جيد جدا وكبير جدا، وده بيدل إن إحنا ماشيين على الطريق الصحيح الحمد لله. بالنسبة لقضية الشراكة وأهميتها، متهيألي مش مختلفين إحنا على أهمية الشراكة، ولا في حد معترض هنا على قضية الشراكة وأهميتها؟ لكن هو الاعتراض الأساسي على كيفية وماهية الشراكة، يعني على ماذا نتشارك. وانا يعني كتبت بعض الافكار، وممكن احاول ان انقلها على سلايد ابعتها لكم ان شاء الله من خلال اتحاد رعايه الايتام. وحقيقه يعني انا قسمتها على ثلاث اقسام لقضيه الشراكه الاستراتيجيه والمستدامه. اول حاجه على مستوى الاكتورز اللي هو بيسموه بالجهات الفاعله، الناس الفاعلين في قضيه الشراكه، وهي حقيقه هي خاصه بقيادات المؤسسات. اول واحد قيادات المؤسسات والشركاء ما بينهم من بعض. فعلى مستوى قيادات المؤسسات يعني يجب عليهم ان يخلقوا الظروف ويهيئوا الظروف لعمل شركات، لان هم اصحاب القرارات داخل المؤسسه وهم المؤثرين فيها، فده دورهم ان هم يخلقوا ظروف انشاء الشركات المستدامه. ومش كده وبس، وهم اللي يقيدوا عمليه الشركه، ما يتركوش عمليه الشركه لاي حد اخر، ولكن هم اللي يكونوا فاعلين وهم اللي بيديروها وبيوجهوها. و ايضا بيحافظوا على التماسك المجتمعي بشركاء، ما بيعملوش شراكه ويسيبوها ويمشي، لا هم دايما محافظين خلال فتره الشراكه ان هم يحافظوا عليها ويعملوا على تقويه التماسك الاجتماعي. على مستوى الشركاء لازم ان احنا نفكر في كيفيه ان احنا نوحد مواردنا ونوحد كفاءاتنا، هو ده غرض الشراكه الاساسي، ان احنا عشان يكون لنا تاثير في اي شيء احنا بنعمل عليه شراكات ويبقى تاثيرنا قوي، لازم نفكر في موضوع توحيد كفاءات وتوحيد الموارد. وبنحاول ان احنا نحط اولويات للعمل المشترك، يعني العمل المشترك للاسف الشديد كثير جدا عايزين يتفقوا لانهم عايزين يعملوا شركات، ولكن ما بيحطوش اولويات للعمل اللي موجود فيه. وعلى مستوى البروسيس بقى، لو جينا على مستوى احنا اتكلمنا عن الاطار العام، ولو اتكلمنا على مستوى البروسيس، ان لازم نوضع اهداف للشركاء، الشركاء يجب عليهم ان هم يوضعوا اهداف، والاهداف دي تكون مبنيه على رؤيه، ما تكونش اهداف فقط مجرد انها اهداف مرحليه، ولكن هي مبنيه على رؤيه، والرؤيه طويله المدى. وبيكون كمان بيسموها الامبيشن بالانجليزي، الامبيشن اللي هي موضوع الناس متحمسه وفي روح قويه. موتيفيشن لا مش موتيفيشن، امبيشنز اللي هو طموح. طموح يعني لازم يكون كمان طموح في هذه الشركات، مش بس فقط ان في عليه، ولكن في طموح كبير جدا في انشاء هذه الشركات. وانها ايضا لازم هذه الاهداف اللي هم عايزين يحطوها مع بعض تتوافق برضه مع الاهداف العالميه، احنا مش عايزين في جزر منعزله عن بعضينا، ولكن احنا برضه بنحقق جزء من الكل. ولازم الكل ده برضه يكون واضح فينا، وان احنا من خلال هذه الشراكات بنحقق جزء من الكل. قضيه التمويل قضيه مهمه جدا، ولازم في قضيه التمويل عايزين نبعد عن طرق التمويل من خلال الاتحادات. هي هدف الاتحادات ايه؟ هي انها بتخرج من خارج الاطار الكلاسيكي للتمويل الى الجانب الابداعي. يعني لازم يكون عندنا جوانب ابداعيه، انا لاحظتها كلها في الورش العامه، كله بيعاني من مشكله التمويل، ولكن ما احناش قادرين ان احنا نعمل نقله نوعيه في قضيه الابداع في قضيه التمويل. وان احنا كمان مهم جدا ان احنا من خلال الشركاء ان احنا بنعدد مصادر الدعم اللي موجود ونظم للاداره والرقابه. الاخيره الجزء الاخير احنا اتكلمنا على بروسيس، واتكلمنا على الـ على الـ على الاكتورز او الجهات الفاعله. اخر حاجه اللي هي الكونتكست، برضه مشكله المشكلات في انشاء الشركات المستدامه والاستراتيجيه هي قضيه الحوكمه. الحوكمه لازم يتحط نوع معين من كيف تدير الشراكه بيننا وبين بعض. الشراكه معناها ان احنا نخرج من اطار الكنترول الى اطار التاثير، وده انا بعتبر ان هو ده جانب مهم جدا، انه من خلال شراكاتنا عايزين نوصل الى قوه تاثير كبيره، فنبعد شويه عن الكنترول. بعد عن الكنترول معناها ان الشركاء يجب ان يتنازل كل شخص فيه داخل مؤسسته عن بعض ما يتميز به، حتى نضمن ان الشراكه اللي موجوده تكون قويه. ولازم نحط اليه لحل المشكلات داخل ما بين يعني في داخل مجتمع الشركاء. للاسف الشديد بتنشا مشاكل، وعدم وجود اليه لحلها بتتعدد المشاكل وبتكبر، وحتى بتفك في بعض الاحيان هذه الاتحادات لازم، لانه ما فيش اليه موجوده لحل المشكلات. ومربوطه بحل المشكلات اللي ذكره الدكتور محمد النهارده هي قضيه التعلم.
مش عيب ان احنا نعمل اخطاء داخل الاتحادات اللي احنا بنعملها، ولكن العيب ان احنا ما نتعلمش من اخطائنا وان احنا نحاول ان احنا نصلح. وموضوع السياسات كمان لازم يكون عندنا في داخل الاتحادات سياسات قويه لقضايا زي محاربه الفساد اللي هي السيف جارديان والحاجات دي كلها، لازم ايضا تكون في سياسات موجوده تحت يعني تضمن ان الشركاء ماشيين في اطار مع بعض، اطار واحد. ولازم الشركات تكون مبنيه برضو على كونسيبت ان احنا كيف نستفيد من بعضنا البعض، او ما بيسموها الوين وين الوين وين سيتويشن. بس هو ده. شكرا شكرا. هارون ولا محمد ولا محمد؟ هتسقفوا؟ طب يلا نسقف بقى. مش سعد الزغير اللي سقفوا له؟ سعد الزغير من ساعتها بيسقفوا. خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا جزاك الله خير يا طارق، أنا تاني تغطيت جزء كبير. أنا هتناول الكونسبت أو الفكرة. فهي الفكرة كمان مش بس من الشبكات، هي إنشاء اتحادات، هي إرادة للتعاون، إنه يحصل تعاون ومشاركة من أول علاقتنا بالمستفيد. يبقى في شراكة، ما تبقاش برضه صورة ياد بتعطي وياد بتاخذ. يبقى في شراكة وفي تبادل، زي ما قال الدكتور هاني عن موضوع قصة سيدنا يوسف. وفي كل الامور لحد الشراكه مع بعض ومع الممولين ومع الجهات الحكوميه اللي هي ممكن تكون بتعمل الرقابه. فهي الفكره دي مهمه جدا، المطلوب مننا كعمل انساني كبير جدا، ولا يمكن هنقدر نحققه بدون الشراكات. فبالتالي هي محتاج شراكات في جميع المستويات. جزء منها ممكن يبقى انفورمال يعني غير رسمي، وجزء منها محتاج لشراكات رسميه بانشاء كيانات وبتوثيق العلاقات زي ما قال اخونا طارق. فهي في الاخر يعني اراده، وتيجي طبعا اكيد من الاداره العليا زي ما ذكرت. فده الجزء اللي شكرا. جزاكم الله خير. هذا سيد بعد الله غلبتني يا محمد، عايز اخليه هو الاول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحقيقه الاخوه غطوا يعني يمكن كل شيء تقريبا، بس يمكن في شيء من التكرار فسامحوني. اخ طارق يعني بالذات اسهب وقل كثيرا يعني على الشراب في، بس يمكن احكي لكم قصه يمكن ده اللي يختلف شويه. الحقيقة لما كنا بنحاول نطور المؤسسة في الإغاثة الإسلامية في حقبة كده بداية الألفينات، كان من الأشياء اللي كنا بنحاول نعملها إن احنا نحاول نتواصل مع المنظمات الغربية، لأن عارفين إن أوكسفام والناس دي عندهم نظم ومعلومات وأشياء في قضايا كثيرة يعني. وكان يخيل إلينا بالعقلية بتاعتنا احنا يمكن إن احنا يعني لازم يكون في شيء من التحايل حتى نحصل على هذه المعلومه. فبدانا بمراسله مؤسسات دي ونطلب منها الدليل الارشادي في اداره مثلا الكوارث. في فوجئنا اهلا وسهلا تفضلوا، يعطوك معلومات اكثر من ان انت ممكن حتى تستوعبها. للاسف طبعا يمكن هذا مش موجود عندنا احنا في منظماتنا بنفس القدر، لكن الان عالم الانترنت الجوجل ما خلاش في حاجه سر، الناس تخش تقدر تلاقي كل شيء. انا اوصيت الاخوه في اللجنه الماليه، قلت لهم انه احيانا المنظمات بتعاني في قضيه التواصل مع المنظمات الغربيه، اقصد المنظمات المحليه بتعاني في التواصل مع المنظمات الغربيه للحصول على التمويل والدعم. انا حابب اني انقل لكم ان هي قضيه شراكه من الطرفين. انتوا عندكم معلومات عن الارض وعن الواقع ليست عند هذه المنظمات، ويجب أن تعرفوا هذا وتعرفوا أن لكم قدر هام وتحترموه. لكن حتى تكملوا الفكرة، عليكم عندما تحاولوا أن تتواصلوا مع المنظمات الدولية أن تعرفوا إيه هي خططها، إيه هي الأماكن التي تعمل فيها، ما هي المشروعات، نوعية المشروعات التي يرغبوا أن يعملوا فيها. فيكون التواصل بالشراكة مع هذه المنظمات بناء على دراسة وعلى بينة، وما يكونش التواصل
ان واحد يرسل لمنظمة يقول لها والله انا عندي شوية ابيار مية، لما تعطوني ماء اموال اعمل في ابيار مية. الشراكة تحتاج مجهود، تحتاج دراسة، تحتاج فهم من تريد ان تشارك معه. اخوة تحدثوا، يمكن يعني اكرر القول اللي قاله الدكتور محمد، الشراكة مع المستفيد. لا تفترض انك انت تعرف ما يريد المستفيد، عليك ان تتواصل مع المستفيد حتى تعرف حقيقة ما يريد المستفيد. وكل مستفيد يريد ما تعطيه له، فلا تعطيه لحما وياخده هو منك ويبيعه علشان يروح يشتري حذاء. الاحترام الانسان هو انك انت تتواصل معه وتشعر بروح المشاركة معه في محاولة ايجاد حل. مش هدخل في قصة طويلة ذكرتها للاخوة في المجموعة الحوكمة، لكن أسرد شيء بسيط سريع، اللي هي قضية إنشاء مجموعات أو جمعيات من أهل القرى، هي أقدر على معرفة الاحتياجات الخاصة بالمنطقة بتاعتهم ومن هم المتضررون وما هي الاحتياجات. لما تأتي الطلبات من هؤلاء الناس تكون أكثر دقة من انك انت تجلس في اسطنبول وتاخذ قرار انك انت هتوزع ملابس ولا طعام ولا هتعمل 100 بير ولا. المعلومه يجب ان تاتي من المستفيد ومن مجموعات المستفيدين بناء على المعلومات اللي هي عندهم، مش اللي هي ليست عندنا. وانت مسؤوليتك ناقل لهذه المعلومات بناء على دراسه المنظمات الدوليه. هذا امر غير متاح للناس اللي على الارض، وبالتالي انت واسطة، فهي شراكة بين جميع الاطراف حتى يصل الدعم بالصورة الصحيحة للافراد المحتاجين باحترام وتقدير من جميع الاطراف. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. بصراحة هيك الموضوع صار اصعب بعد اخواني اتكلم في الاول. والله مظبوط كلامك. لكن أنا بدي أجمل موضوع الشراكة بمثالين. إحنا تكلمنا كتير عن الرقابة الداخلية وأهمها، وحكينا مسألة التطوير، تطوير الأنظمة المالية في داخل المنظمة مكلفة، وما فيش إشي هيجي مثلاً مجاني أكيد. فبالتالي تعيين المدقق الحسابات والتقييم ونماذج التقييم إلى آخره مهم جداً. لكن هضرب مثال بالعراق، الممولين زي الـ UNCR والأوتشا بعطوك تمويل كمنظمة مثلاً محلية أو بوقع معك عقد شراكة. بعد هيك بيبدو بعد 3 شهور أو آخر المشروع هيبعتوا لك أشخاص، مجموعة أشخاص أو مدقق خارجي يقوم بعملية التقييم. إذا فعلاً صار في تحسن ما بين أول 3 شهور وبعد 6 شهور أو بأول مشروع تاني مشروع، راح يتم زيادة التمويل المقدم لهذه المنظمة. فبالتالي مش مشكلة بالبداية انه يكون في اكيد قصور او نقاط ضعف، لكن لازم المنظمة تعمل على تحسينها وتطويرها. فبالتالي حتى تستمر الشراكة لازم يكون في نظام مالي. انا بركز على النظام المالي كوني انا مدير مالي. فبالتالي تطوير الأنظمة المالية والرقابة الداخلية هي بعدها من احد اسباب استمرار التمويل مع الممولين الخارجيين وخاصه اليو ان ايجنسيز. شكرا. الان دوركم انتم او دورنا نحن، لان انا من انتم وانتم من انا وانا وانتم نحن ونحن ونحن ونحنيح نحنوح كبير ونحنوح اردني. انت ايرلندي مش اردني. الفرق بين أيرلندا والأردن كم حرف؟ أنا تربيت في الأردن. لا فرق باسبور وين بتروح وما بتروح. لا باسبور الأردن بيروح في كل حتة، أيرلندا لا. المهم الطلب ليكم أنتم، عايزين تعملوا شراكة هتعملوها، مش عايزين حنكش ونفش ونغش. يلا مين يبدأ؟ تعال يا حبيبي تعال. انا كده طالما انا واقف هنا كل واحد يقف جنبي، انا مش حوندي بكلمون هناك. رجالا ونساء، نساء وذكورا. تفضل. في نساء ذكور وفي نساء رجال مش كده؟ طبعا. جاي اللي جاي منين ده؟ لا مش انا بقول لحضرتك انا هديك في ده.
دي مخوله من عندكم من عند القذافي. تفضل. حسب القاعده الاصوليه ما لا يدرك كله لا يدرك جله، او ورد بالعكس ايضا ما لا يدرك جله لا يدرك كله. يعني اذا ما قدرنا على المعظم لا نترك الكل بتاتا. قد يسبب اسم الشراكه نوع من التخوف عند البعض، انه كانه اندماج كامل وضياع لهويتي. لكن ممكن مبدئيا اذا لم يكن الاندماج او شراكه كامله ان نتشارك في مواضيع، ان نتشارك في مشاريع محدده، كما يقول سعيد النورسي رحمه الله عليه في باب يعني في تفسير آية وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنا ممكن أتعاون مع مسيحي في حفر بئر ماء يعني مساعدة الآخرين على شرب الماء، ولكن لا أتعاون مع مسلم في حفر بئر لكي يقع فيه شخص. فهناك ايضا تخوف من بعض الجهات انه لا ما اتعاون مع اليو ان، ما اتعاون مع كذا لانهم لديهم اجندات وكذا، لكن ممكن اتعاون مع اي شخص في مشروع، لان الله سبحانه وتعالى يعني حدد التعاون في البر والتقوى. فاذا كان الهدف البر والتقوى اتعاون معه لتنفيذ هذا البر والتقوى. اما اذا كان تعاون على الاثم والعدوان، حتى لو كان أخي، حتى لو كان مسلم، حتى لو كان أي شخص، لا أتعامل. والله بارك الله خير. أي تعليق أو مداخلة تانية؟ حد معترض على أن يعمل شراكة؟ حد معترض على أن أبدأ الشراكة؟ تفضل تعال. إحنا مؤسسات إنسانية، ما لناش دعوة بالسياسة المحلية. ديفلز أنا ما أعرفش أتكلم لك في السياسة. لا، تبقى تقعد مكانك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الشراكه ما في شيء، كما ذكر اخواننا ان مبدا الشراكه هو ده مبدا اسلامي وقيمه انسانيه. بس متى يعني انا بطرح سؤال وحضرتك تصححي، متى الشراكه؟ يعني في وقت الازمات ممكن ما نستعجلش مشوار الشراكه، لان الناس تفهم الشراكه بالاندماج. لا ابدا. ابدا. لا تفهم نفس الشراكة اللي هي الاندماج، هي التعاون. وفي وقت الأزمات ممكن ناخد خطوة لورا، لأن إحنا محتاجين الكل يكون موجود والكل يساهم والكل يكون، بس يكون في تعاون من حيث يعني تقدير الاحتياجات والبحث عن المستفيدين وإلى ذلك. نحن في وقت الأزمات محتاجين الشراكة قوة عشان ندفع الأذى عن الناس. ولكن انا بقول كل شويه كل المجتمع ما هينتظم ويكون فيه قوانين وفيه لوائح وفي كذا، هتكون الشراكه اقوى ومفروضه على الناس، زي شغل النقابات والاتحادات المهنيه. يعني انا في تجربتي في الكويت قبل العمل الخيري في العمل الخاص، هم حتى يجبروا الشركات على ان هو يخش في غرفه التجاره، ما تقدر تاخد مناقصه او تسحب اوراق المناقصه اللي تكون معاك الشهاده ان انت في غرفة التجارة والصناعة في الكويت، مش بس ان انت تشارك وتكون تنافس، بس تسحب الاوراق فقط لا غير. فكل ما كان المجتمع هيستقر لك، كل ما كانت الشراكة احنا هنجبر ليها. بالعكس احنا محتاجينها دلوقتي ومحتاجينها بسرعة، بس ما ياخدش الناس اللي هي الاندماج، بل احنا عايزين الناس تساهم اكتر في دفع الضرر على المجتمع. الشراكة ليست اندماج على الاطلاق. تعال يا خالد. ناس اندماج على الاطلاق، عشان الواحد ايه يعني، حتى في الاتحادات والائتلافات انت مش بتفقد شخصيتك. الاتحاد مظله والائتلاف مظله، وانت عندك حيثيتك، لكن في عموميات بينفذها الاتحاد بيشترك فيها الجميع، لكن شخصيتك الاعتباريه داخل الاتحاد موجوده. كونفدرالي. كونفدرالي. يعني انا بجوز في موضوع الشراكه من 4-5 سنين، و كل ما التقينا بأحد الأخوة اللي سبقونا في الميدان وعندهم تجربة يعني بيحكي في موضوع الشراكة. بجوز بدي أنوه هيك على نقط إذا بيسمح لي الدكتور هاني. هناك الشراكة ما بين جهة مانحة وجهة منفذة، هاي الشراكة ما حدا عم بيعترض عليها وما فيها معوقات.
في مبدا انه انا جهه مانحه بدي انفذ مشروع بدي شريك لي منفذ، وبالتالي على قواعد العقد اللي بنوقعه فهي الشراكات عم تمشي وحلوه والناس تسعى الى، وعلاكس تماما الكل بيكون ربحان منها. وفي الشراكه اللي ذكر الدكتور هارون اللي هو بين المستفيد والجهه المنفذه، هاي تعلمناها بعدين يعني بلشنا نوعى الى بوقت متاخر، وكمان هي بالنهايه عم تصير مربح لانه هو المستفيد انت جاي تفيده، هو عم يقول لك شو بده يستفيد، انت عم تشاركه، وهذا عم يخليك اقوى امام الجهه المانعه، فكمان انت كجهه منفذه عم تستفيد من هي الشراكه. اصعب شراكه هي الشراكه ما بين الجهات المنفذه، لانه حتى الجهات المانحه هي عم تمنح، ممكن تشارك على مشروع اثنيناتنا بدنا ندعم مدرسه مهنيه فبالتالي ما عندنا مشكله. اما الشراكه بالجهات المنفذه عم يدخل فيها نوع من التنافسيه، نوع طب ما انا عم نفذ وانت عم تنفذ، نتشارك على ايش؟ نتشارك على منحه جايتني. احيانا كنا يعني بجوز الدكتور هاني وانا بدي اعمل لك دكتور فئال، انا بفتره من الفترات كنت ضد الشراكه، ايوه بعدين امنت بالشراكه. بجوز نحن يعني او عم بحكي عني بابتداء العمل كنت مؤمن بالشراكه، شوي شوي بلشت بدي اصير موحد يعني لانه خصوصا هيك انا بيت مشكله. فالقصه ليش؟ انه مره يعني كنا في اجتماع قلت له الحب من طرف واحد ما بيمشي. يعني لا هو فعليا يعني لما نكون مثلا جهات منفذه بدنا نشارك والكل، طيب انت شو بدك تقدم لنا؟ طيب ما هو في يعني خذ وعطي، لما اول مره طيب ماشي من مبدا الشراكه وزعنا، ثاني مره بعدين صار بدا اخذ. فموضوع اللي انا شايفه اليوم هو يصلح، وبجوز حكيته قبل هيك في اتحاد منظمات المجتمع المدني، في اتحاد رعايه الايتام، وبيعرفوا يعني قديش في عندنا ايمان في هذا الموضوع وتاسيس ودعم لهي وفي شبكه اغاثه سوريا، انه اليوم نحن هي الاجسام الجامعه اصبحت حاجه. فهون صار في هي العلاقه، انا محتاجه فعليا ولا لا؟ لما يصير في عندنا ايمان انه نحن محتاجين بعض لنقوي بعض، وهي مثل ما قالوا بدها يعني ادارات الجمعيات. انا اليوم لما اجي على جهه وعندها ميزانيه الا مشان يمشي الاتحاد بدنا 100 دولار بالشهر، يقول انا ما عندي قناعه، خلص معناه يعني او ما عندي. هي احد المعوقات، احد المعوقات الثانيه وانا هي ما بعرف كيف نحلها، انه احيانا تباين المؤسسات المنفذه. يعني بنيجي بنطلب شراكه، بنقعد على مشروع نحن 10 جمعيات، المشروع بمليون دولار، في جمعيه ما معها تقدم 1000 وما لها كوادر وما لها شيء، وعم بقول لك طيب وليش انتم معكم ايمان بالشراكه؟ انا عم بحس انه طيب يعني ليش يعني مثلا انا ممكن اربح مشان ارفع قدراتك عندي موافق اذا كنت تحسبي، بس انتم 4 موظفين 1000 دولار ما معكم وجايين عم تقولوا انه نحن في مانح بده بدنا نجي نقعد وناخذ، طب نحن شايفين كنتم عم تريقوا العمل اكثر من اللي. لا انا في عندي 4 جمعيات ثانيه جيدة كبيرة ممكن أتشارك معه، يعني ما مفروض مني لأنه هاي نحن نواجه فيها كتير إني أشارك الكل. أنا بدي أشارك ناس أتفق معه بالأهداف، أشوف إنه في من الاستثمار في هاي العلاقة. تكافؤ هاي ضرورية، ما يعني إلى الآن ماني عفوا هاي وحدة طولت أنا عليكم. أنا أقول لك شكرا. في شغلة ثانية إنه كتير من يعني لا تصابوا بخيبات الأمل. كثير من الجهات الكبرى اللي تنادي بالشراكة واللي بتحكي فيها لما تجي على الأرض الواقع وتدخل معاهم بتلاقيهم أنه هن أحاديين، فبدنا نصبر يعني، وهذا اللي بيخليك أحياناً تنصدم، بس شو بدك تعمل؟ هي هيك العمل الإنساني بأحد أهم صعوبته، بجوز مشان هيك الأجر تبعه عالي، أنه الصدمات فيه كثير كبيرة. يعني أنت بتساعد الناس وبتنسب، بتجي على شراكه بتلاقي احيانا عم يطعنوك، بتقول نحن بعمل انساني ولا عمل تجاري، ما بتعود تفهم شو اللي عم يصير، بتلاقي منظمات دوليه بتطعن يعني. فهذا الحكي بيصيرك كثير غلط. انا مقبلك. جزاكم الله خير. حد ثاني عايز يتكلم يا شباب؟ او حد يعني امراه وحده دي في اليمن، مش كان عندك حد اسمها حده؟ لا يمنيين ولا مش يمنيين؟ تعالى حجه وحده. الله انا يمن. اهل المغرب العربي والفلسفه والشعر والادب. حياكم الله. اهلا وسهلا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقه يعني
إضافة لما تفضل به الإخوة الكرام، إذا سلمنا جدلاً أن هناك مجال ليست فيه المنافسة أو لا تقبل فيه المنافسة فهو المجال الإنساني. ممكن في عمل تجاري ممكن أنافس دكتور محمد أو ينافسني، لكن في العمل الإنساني يعني يستحيل أن تكون منافسة، بل بالعكس نحتاج بعضنا البعض أكثر. لكن في هذا النقطة، في هذه النقطة بالذات، نحتاج أن نتنازل بعض الشيء عن ذواتنا. ولما أتكلم عن ذواتنا أتكلم عن مؤسستنا مهما كبر حجمها. فأحيانا ممكن أنظر إلى احتياجاتي المادية ومواردي لاستفادة ما أملكه في هذا الوقت بالضبط. أنا محتاج في هذا الوقت أن أتنازل عن بعض مواردي من أجل الكل، من أجل الشراكة. جزاك الله خير. وبس عشان نأصل الكلمة اللي قالها أخونا كثير اللي حكيت عن أهل اليمن، تفضل. مال الجمعية مش مالها ومش مال أصحابها وحتى مش مال المانح، هو مال المجتمع. احنا بنقلب الترابيزة على العكس، انا اللي جبت الفلوس، انا رئيس الجمعية، انا كذا، انا لا اعرف المانحين، انا لا شيء. لان زي ما كان اخونا هارون بيقول مستفيد، هذا هو صاحب المال. وكل المال والمعلومات اللي في الجمعية هي مال ومعلومات الفقير والمجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم. أرى أنه هناك تحديين يواجه موضوع الشراكة، تحدي داخلي وتحدي خارجي. التحدي الداخلي عدم وجود مؤسسية في كثير من مؤسسات العمل الإنساني والمنظمات الإنسانية، عدم وجود المؤسسية يؤدي إلى لخبطة في الوضع الداخلي، يؤثر على سمعة المنظمة. ربما شراكتي أنا مع هذه المنظمة يؤثر على سمعتي أيضا، لأنه أصبحت سمعة هذه المنظمة عند في الواقع سمعة سيئة، نتيجة لفساد، نتيجة لفشل مشاريع، نتيجة لتعثر في أشياء كثيرة، نتيجة لعدم وجود المؤسسية لاعتبار القرار الذي أحادي لغير ذلك. فالشراكة هنا تلطخ أو تشوه بالشريك الآخر الذي ربما يكون نظيف. هذا جانب. الجانب الآخر أنه هناك جانب مؤسسي، جانب تنافسي. هناك جانب تنافسي بين المنظمات والجمعيات. أذكر أحد الأخوة الأتراك عضو في بلدية اسطنبول. استاذاني لابد أن أكتبها. أنا ألقيه سمعناك فاسمعها. أحد الأخوة الأتراك في بلدية اسطنبول يقول نحن نريد أن نتعاون مع الجمعيات، وحقيقة خاصة الأخوة السوريين بالذات، لأنه فتحت لهم أبواب ما لم تفتح للآخرين وقرار سياسي. فيقول نحن نريد أن نتعاون معهم، نفتح لهم آفاق، نسهل لهم. قال لكن للأسف الشديد يأتوا إلينا يقولوا لا تركنوا على كذا، هؤلاء يشككوا، وكل واحد يشكك بالآخر، وكل واحد يشكو الآخر، وكل واحد يريد أن يضع الثقة بنفسه والآخرين يشكك بهم. قال فهذه تجعلنا نغلق الباب أمام الجميع بهذه الصورة. فهنا تصبح العلاقة علاقة تنافس بعقلية الندرة وليس بعقلية الوفرة. عقلية الندرة أنه الفرص واحدة، إذا اقتنصتها أنت ولا بيجي غيرك اقتنصها ما فيش غيرها. فلذلك هذه موجودة. التحدي الخارجي هو أن العمل الإنساني بنتكلم وأنا خايف يقطعني ويأخذ الميكروفون. أن العمل الإنساني اليوم يواجه تحدي خارجي وهو مسألة الإرهاب، ويريد أن يصوب الإرهاب بالعمل الخيري، وهذه أقفلت مؤسسات وجمعيات كثيرة في أكثر من قطر عربي وإسلامي. وأصبح العمل الخيري يناط بأجهزة استخبارات تابعة لدول وحكومات، وهذا ما نراه. يعني مثلا في اليمن الهلال الأحمر الفلاني معين خلاص ينفذ أجهزة معينة وإلى آخر. لذلك إنني أحبك حاجة بوسك بقى. ولذلك يعني أصبح هناك إذا أردت أن تعمل شراكة مع هذه الجهة فيفرض عليك أجندة معينة وأهداف معينة تنفذها، فتصبح أنت أداة لتنفيذ أجندة معينة
لا تخدم لا العمل الإنساني ولا العمل المجتمعي. شكرا جزيلا. شكراكم الله. أهل اليمن. أهل اليمن أهل الحكمة وأهل الفقه وأهل الإيمان. الإيمان يماني والحكمة يمانية. الله أكبر. والعراق مفيش حاجة؟ طب احنا بنودع بس أخونا محمد الشوى عشان رايح على المطار ونقول له جزاكم الله خير ونبوس إيد الجمهور. طيب مين تاني؟ مفيش قارورة هتتكلم؟ والأستاذ فادي هو والأستاذ فادي يعني ادعوا له ادعوا له. مع السلامة مع السلامة. مبارك مبارك. ها في حد من الشباب هيتكلم؟ اتفضل. قدامنا كمان 10 دقايق كده. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هذا موضوع الشراكة موضوع مهم جدا. ونحن في الشعوب الشرقية نعتبر أنفسنا ضعيفين في ثقافة الشراكة. الشراكة موجودة عندنا في كل مجال، حتى في مجال الشركات. إذا اشتركت شركتين أو مؤسستين الموضوع يكبر، الربح يكبر، المال رأس المال يكبر، وكل شيء يكون كبير، والثقة ثقة الناس بهذه الشركة الجديدة تكبر. حتى أحد الأخوة مثل الشركات المتشاركة فقال إذا جاء اثنين يعني كل واحد يستطيع أن بيديه يضم من الفراغ بهذا القدر، أما إذا شخصين تشاركوا فتكون الفجوة الفراغ يكون أكبر. هذا الأصول. في الشركات يعني في الشركات في الفقه الإسلامي كمان هناك قضية المشاركة، هناك قضية المضاربة. المضاربة هي نوع من الشراكة بس من نوع آخر بمال وجهد. لكن هنا في الشراكة في المؤسسات الإنسانية يجب أن نفهم أنه ليس شرطا أن تتشارك المؤسسات المتشابهة. يعني أنا عندي رأس مال ومؤسسة أخرى عندها رأس مال، ليس بالشرط أن يتشارك، لكن هناك مؤسسات عندها جهد ومؤسسات عندها مال، فالتي تقوم بالجهد ممكن تنفذ أعمال تابعة للمؤسسات لصاحبة المال. هذا نوع من الشراكة. حتى لا نختلف بالمستقبل، لأن قضية الشراكة حقيقة كثير من المؤسسات اشتركت واختلفت بالأخير، فضروري التوفيق في هذا المجال يعني من مال وجهد وشيء آخر. شكرا لك الله. آخرون أخريات. طب مش أنت قلت الحكمة يمنية؟ أقعد أهدى تفضل. نحن عايزين نتكلم عن أننا مؤمنين بالشراكة أو غير مؤمنين بالشراكة. إقامة العمل الجماعي أو إقامة الشراكات مع بقية الجهات طبعاً هو شيء مهم جداً، ولكن مع الأسف يعني الوعي فيه متدني جداً ويكاد يكون معدوم. يعني لأول مرة أنا أسمع بالعمل الجماعي أو إقامة الشراكات مع بقية المنظمات وخاصة في مجال العمل الإنساني. وطبعاً أهم نقطة الأخوة اللي تكلموا في جميع النقاط، لأنه في نقطة قد أراها مهمة أو ممكن يكون مقترح، هو لكل عمل لابد من يكون جهة تدير هذا العمل. فهل ترى إقامة الشراكات أو العمل الجماعي لابد من وجود جهة تديره وتقوم في حملات التوعية وتقوم يعني صب المجهود كله في اتجاه واحد؟ يعني مثلا مثل مديرية النقل موجودة في كل المحافظات، ولكن في التالي في العاصمة هو موجود المديرية العامة للنقل التي تؤمن التواصل وتنسق الجهود حتى نصل إلى أهدأ إلى يعني الهدف الأسمى والأكبر بأقل التكاليف خلال فترة زمنية أقصر. شكرا. أي مداخلة أخرى أو إضافة أو اعتراض على الشراكة؟ الشراكة مش قرآن لكنها أصبحت فرض عين. حد معترض؟ ما عنديش مشكلة. حد مؤيد؟ ما عنديش مشكلة. حد عنده فكرة جديدة تجربة عملها قبل كده وفشلت، أو تجربة عملتها قبل كده فشلت، أو تجربة عملتها قبل ونجحت، حضرتك تفضل. بأن شايف محمد الجندي يفكر
وانا حينما محمد البندلي يفكر اسخن واتبخر واذوب. حقيقة الكل مجمع على أهمية الشراكة، وفكرة الجمعيات الخيرية هي شراكة بين أفراد، يعني النواة التي ننطلق منها أفراد تشاركوا في إدارة عمل جماعي، فهي شراكة بين أفراد. المشكلة إنه الشراكة فيها مطبات بداية، حتى يعني يكون هنالك انسجام أو فهم دور كل الأطراف. نحن عند هذه المطبات ننسحب وننكمش عن الشراكة. لابد أن نحلل هذه المطبات وأن ندرسها وأن نضع لها خطط لتجاوزها، ولكن هي أمر حتمي ومقبلين عليه بالنهاية شئنا ما بين مرحلة العمل الفردي أو الجماعات. ينبغي أن يتوسع، وتحديدا في سوريا يعني هذه أعداد الجمعيات أعداد كبيرة دعت الحاجة لذلك سابقا، ولكن الآن عليها أن يعني تبحث عن عمل جماعي منظم، عن شراكات حقيقية بدافع الرغبة وبدافع الحاجة وبدافع الإيمان بهذه الأفكار. جزاكم الله خير. شكرا، جزاكم الله خير. هل هناك من تعالى حماد؟ هو سوري، هو مصري سوري وأنا سوري مصري، وكلانا يضيق يضيق، بس احنا نحن المضيئون، نحن الشموس وأنتم النجوم. أستاذنا وكبيرنا دكتور هاني البنا، أولاً شكراً للحضور المتميز جداً الرائع اللي كان موجود فيه أختنا من تركيا، وكذلك من المغرب العربي ومن اليمن ومن العراق ومن فلسطين، فأنا حقيقة سعيد جدا بهذا الأمر. أنا أنقل تجربة سورية عمرها 5 أو 6 سنوات فقط لا غير. نحن لم ننجح للآن على مستوى الجمعيات السورية بموضوع الشراكة نهائيا، وكذلك الاتحادات والشبكات السورية يعني فشلت، ولكن لن نكل ولن نمل بوجود أصحاب خبرة كبيرة. نحن مصرين أنه نستمر على الدرب، ربما نقرأ شيء جديد كما قال أخي أبو رشيد من قليل، أنه تجاربنا يعني مهما كانت عمرها 5 أو 6 سنوات. الفكرة اللي أنا أريد أن أطرحها الآن إلى جانب الشراكة، أو هي ممكن تعتبر نوع من أنواع الشراكات، ما قاله الدكتور هاني من لقائه مع السيد رامش بأنه المنظمات السورية الحقيقة صنعت شيء لم يسبق للأمم المتحدة أو للآي إن جي أو أنه يشوفوه بأي بلد بالدنيا. وخلال 5-6 سنوات تم بناء قدرات كم هائل من الشباب والصبايا لدى هذه المنظمات. اليوم هاي المنظمات حقيقة في مهب الريح، وفي منها عدد كبير جدا أغلق أو تم شطبه من تمويل من صندوق التمويل ومن غيره. أنا أدعو لشراكي بالاستثمار في هؤلاء الشباب والصبايا، أنه اليوم عنا الإخوة الموجودين بليبيا باليمن بالعراق أكيد يمتلكوا خبرات، ولكن بشهادة المنظمات الدولية أنه المنظمات التي سجلت بتركيا خطت خطوات وبنت قدرات، يعني حتى الإخوة بلبنان مثلا ما أتيح لهم التدريب الكافي مثل ما أتيح لنا بتركيا. فأنا أطرح هذه الشراكة على أساتذتي الكبار يستطيعون أن يصيغوها بشكل معين، نعمل عليه بدورات قادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم ونراكم على خير. آخر تعليق من أخونا باسل، بس في حد تاني عايز يتعلق قبل ما نقفل؟ بس أنا من فلسطين. خلاص تفضل باسل. باسل تفضل. السلام عليكم. أنا وجهة نظري للشراكة، الشراكة هي تنطلق من مفهوم شخصي. أنا إذا فكري متعود على عمل جماعي أو ببيتي متعود على عمل جماعي، فأنا فيني ساوي مؤسستي مشارك مع مؤسسة تانية. تجربة صغيرة فردية، كنا بالمعتقل بالزنزانة، كنا نحن الخمسة اللي وزعونا الأكل نتفق بين بعضنا أنه نحن نجمع قطعة البطاطا الصغيرة اللي يعطونا إياها اللي هي نص بطاطا، نجمعها هيك مع بعضهم كلياتهم 5 قطع ونجيب رغيف الخبز اللي يعطونا إياه
جمعونا كلهم كلياتنا كسوى جماعة. هلا كل واحد منا بلد، الحمد لله الخمسة طلعنا واحد توفى، بس الأربعة كل واحد منا بلد، والأربعة كل واحد عم بيدير فريق عمل جماعي. بسم الله ما شاء الله. الحمد لله. فالفكرة هي موضوع شخصي، إني أنا إذا مدرب حالي فيسهل إني أسس مؤسسة أو أسس فريق أو أسس مشروع عمل جماعي بشراكة مع غيري. شكرا. رحمكم الله. طيب آخر تعليق من أخونا في رام الله فلسطين. طب لازم نغلق قبل أن نختم مسك الختام. السلام عليكم. عليكم السلام. بخصوص الشراكة راح أتحدث عن أنفسنا حتى نكون واقعيين وفعليين. كمفهوم شراكة ما في اعتراض أبدا على مفهوم الشراكة في أي مجال، ولكن ربما وارد جدا يكون عدم موافقة على موضوع ما داخل الشراكة. فقبل ما إحنا نعطيك مثلا كلمة إنه إحنا نعم موافقين بدنا نكون شركاء، بدنا عفوا نعرف شو جوا الشراكة، أنا شو دوري، شو علي، شو التزامي، شو لازم أقدم. أنا عفوا في فلسطين كمؤسستي بحاول إني أجيب دعم وتمويل لحتى أخدم الشعب الفلسطيني، وهو بحاجة ماسة وفعلية جدا إلى المساعدة. ولكن مثلا كأخواننا في المؤسسات السورية، المنظمات السورية، وهم عددهم كثير ما شاء الله، كيف بده يكون في شراكة عفوا ما بين فلسطين وما بين مثلا سوريا؟ يعني أنا حابب أعرف الحساسيات اللي موجودة داخل الشراكة قبل ما إنا فعلا ما نجح نحكي إحنا مع الشراكة. إحنا مع الشراكة نعم أي شراكة، ولكن حابين نعرف شو جوا الشراكة، شو علي، شو إلي، قبل ما نقول نعم أو لا. وأخيرا وليس آخرا، بشراكة أو بدون شراكة، إحنا كمؤسسة في فلسطين بنخدم الشعب الفلسطيني. أي حدا حابب يكون في عمل ما في فلسطين، إحنا جاهزين نساعده وبدون مقابل، ونساهم ونقوم ونعمل. شكرا جزيلا لكم. عطاء أنت ولا وفاء؟ خالد. عطاء. بعض الجمعيات في فلسطين كانت بتساعد الشعب السوري عن طريق عطاء. 48 و49 و50 و51 و52 و55 و5. تفضل يا عراق. لا لها اسم اكيد، بس انا يعني انا لا، وهي تمثل العراق. الاء الاخت الاء طبعا انا بس ناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ببساطه شديده اقول انه قيمة الانسان عند الله بقدر قيمة عمله الصالح، فكلما زادت الرقعة الجغرافية للعمل زاد معها الاجر. لذلك احنا في العراق شراكات كثيرة، شراكة انا كمؤسسة مع 7 مؤسسات اخرى تحت عنوان شبكة رسالة للجميع. بالنسبة للعمل يعني مع الشركاء، كل المشاكل في كل البلدان شفتها نفس الشيء، يعني في لبنان في الرعاية، في سوريا، في العراق، في اليمن نفس المشاكل الأحادية وكلها. لكن يبقى الإنسان هو ونفسه. يعني كنا مثلا أشتغل كثير، يعني ما أسأل عن الشريك الآخر ليش بدأ يشتغل، عنده أسبابه، عنده أسبابه الخاصة. فسبحان الله، إيش قد ما بقدر ما أنت تقدم بقدر ما أنت تأخذ. ولو ما الشراكة ما كان أنا حضرت هاي الدورة. جزاك الله. أيضاً في إحنا جزء من شبكة رسالة اللي هي 7 مؤسسات، جزء من التنسيقية اللي هي 70 مؤسسة على الساحة العراقية. فإذا الشراكة كلها فائدة، يعني حتى إذا أنت ما حصلت شيء مادي فأنت عند ربك عملك كبير. جزاك الله خير. طيب هناخد تعليق سريع كده، رسائل صوتية منكم 30 ثانية 40 ثانية. الألمان عايزين ساعتين. ساعتين ماشي. لا 30 ثانية. يعني جزاكم الله خيرا، وتعقيبا على كلام أخونا خالد وأخونا سامح، يعني للأسف أنت ضغطتني في الوقت ما عرفتش إن أنا أكملها. الشراكة مبنية على 3 محاور رئيسية: أكتورز اللي هم جهات فاعلة، وبروسيس اللي إحنا اتكلمنا عليها، وكونتكست. يعني مهم جدا برضو موضوع المحتوى انه لازم نتكلم عليه. والشراكه ليست شعار، يعني الشراكه ليست شعارا، ولكن الشراكه رؤيه.
رؤية على ماذا نتقابل وعلى أي شيء نتقابل وفي أي شيء نتقاطع وكيف يستفاد منه بعضنا. وبالمناسبة طلع بيبر الآن في ألمانيا بتقول إن في الشراكة ما بين المؤسسات العاملة في مجال واحد بتصنع ميزة تنافسية أكبر مما هي عليه. يعني أنتم ممكن عارفين شركة أمازون الآن، شركة أمازون الآن بقت فتحة مجال البيع أيضا لشركات بتنافسها على البلاتفورم بتاعتها. فطلع الآن إحصاءات ودراسات البليون إنه عدد الإنكم أو عدد زيادة الموارد عند أمازون زاد بنسبة كبيرة جدا. فهي يعني بتزيد الميزة التنافسية للمؤسسات، ومش عايزين إن إحنا المعوقات والمشاكل تمنعنا من قضية الشراكة. أهم حاجة إن إحنا نكون ورؤية واضحة ولينا أهداف واضحة ونسأل نفسينا على ماذا نتشارك. يعني ده المهم جدا، لأنه بعض الأحيان في شركات بتبقى صعبة، ولكن السؤال الأساسي على ماذا ممكن أن نتشارك بيننا وبين بعض. جزاك الله خير. طبعا إحنا سبقنا الأمازون وقلنا اللي يكبر الصغير يكبر، صح، واللي صغر الكبير يصغر. مظبوط. احنا بقى قبل امازون ولا لا؟ انتوا قبل انت. هما بيبيعوا لنا الهواء فزايز. لا مظبوط مظبوط. يعني عمركم ما هتكبروا الجمعيه الصغيره الا ما هتكبروا بيها. هتكون رديف، هتكون معاون، هتكون مساند. اتفضل يا محمد. والله كم 30 ثانيه كتير يعني ما شاء الله. يعني هو انا حافظ طرف الخيط من طارق لنهايته على ماذا نتشارك. هي دي مهمه، اقعدوا مع بعض وفكروا، واذا كان التنفيذ والمشاركه في تنفيذ المشروعات في معوقات كتير، اكيد في امور كثيره اخرى نقدر نتشارك عليها، منها ان احنا نعمل راي موحد، نقدر نكلم الجهات المختلفة كجهات منحة أو حكومات أو كده بوجهة واحدة، منها إن إحنا نبني قدراتنا وهكذا. يعني التشاركات ممكن تكون، يعني مش لازم يكون بعض الإخفاقات تخرجنا من فكرة الشراكة. فعلى ماذا نتشارك؟ نقعد نتكلم ونشوف على ماذا نتشارك واللي نتفق عليه، هي دي المحددة اللي نبني عليها على ماذا نتشارك. جزاكم الله خيرا. أخذ كل شيء قيل عن ما هو يخص الشراكة. ابدأوا بخطوات صغيرة، خطوات عملية، لا تتركوا المكان إلا وقد قرر كل واحد فيكم أنه يأخذ خطوات عملية في كيف يتشارك ويعمل مع الآخر. ندعو الله عز وجل لكم بالتوفيق. جزاكم الله خيرا. أنا بعد أن تحول فكري في 30 سنة أو 35 سنة مؤمن إيمان تام بالشراكة. الشراكة من طرفين، تبدأ بالأسرة، هي أهم ركن مكون المجتمع اللي بيبني الدولة والوطن اللي بيبني الحضارة. في توافق. وبعدين زي ما أخونا كان بيقول، إيه الشراكة؟ في عقوب بتتكتب، ومن حقك إنك تسأل أي سؤال، ومن حقك إنك ترفض الشراكة مع أي جمعية. من حقك، محدش بيرغمك على إنك تعمل شراكة لا تؤمن بها. دي مهمة جدا جدا. أنا كجمعية صغيرة أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أنا المعلومة اللي عندي أغلى من المال اللي عندك. المعلومة اللي هي حيثية المشروع وبناء المشروع أهم من المال، لكن أنا ببيع المعلومة ببلاش لأن مش مؤمن إن المعلومة دي مهمة. انظر للمال على انه اهم شيء. والله يا اخواننا ويا اخواتنا المعلومه اهم من المال. ممكن ذكر الكلام كتير جدا في امازون ولا جوجل ولا كل المؤسسات الكبيره بتجمع المعلومات وتبيعها وبتعمل منها مليارات. احنا عندنا المعلومات جمعها غلط، ترتيبها غلط، تبويبها غلط، ادارتها غلط، وبعدين بيعها غلط. برغم احنا اصحاب المعلومة، كيف نجمع المعلومة وكيف نحافظ على المعلومة ونبوبها ونؤطرها وندرها ونستثمرها فيما بعد. العالم كله مبني على المعلومة. زي كلمة اقرأ في القرآن ليست فقط يعني بالانجليزي يعني read، لا، اقرأ هي المعلومة.
هي المعلومة، هي العلم، هي الكيفية، هي الفهم، هي الإدراك، هي الوعي، هي العمل. اقرأ مش كلمة، لأنه معنا بقارئ إحنا نأخذ المعنى اللي هو المعنى الحرفي، لكن اقرأ هو الفهم ومنظومة الفهم، ثم استعمال الفهم، ثم إدراك أبعاد الفهم، ثم التعاون، وخش في المنظومة دي كلها هتصبح موسوعة بعد كده. أنتم عندكم كنوز اسمها معلومات، لكننا لا نقدرها، فننكفئ أمام المال بتاع المانح دون أن نضع شروط لنا. طبعا احنا ختمنا النهاردة، وطبعا يعني احنا سعداء وحزانة، سعداء باللقاء وحزانة الفراق. لكن عندكم انتوا دلوقتي مجموعة واتساب كده بردك، كل الافكار الجميلة حطوها مع بعض، وابن الشراكة من خلال المجموعة دي بتاعت الواتساب. الان احنا بنشكركم واحد واحد، فردا فردا، ذكرا كان ام رجلا. انا بس لانني احبه، احب ليبيا انا، وانثى كانت او امراه. وجزاكم الله خير، والبث المباشر من الاستوديوهات نخرج بقى منه ونرجع للاستوديو بتاع التلفزيون، وهناخد الصوره الجمعيه بعد كده مع بعض.